يرفع اخوة عيال. ونعم ونعم والله العظيم ونعم. الحمد لله. هو ايش تشجع انت؟ اتحادي. ابو علي كم كان الحين؟ اتحادي. قريت. انت تشجع عزوز؟ انا ما شجع شيء. عزوز شجع الباطن يا عيال، لا الجبلين. يقول شجع الجبلين وما ادري الباطن. لا تذكر قلتها؟ ولد ولد هنا اتحاد. الله يبيض وجهك ولد. الشوط الثاني انا اقول لك 4-3. انت الشوط الاول، هذا الشوط الثاني. بدا الشوط الثاني خلاص، بدا الشوط الثاني الظاهر لعشر دقائق. لا تكفر يا خارجي، انا نسيت. انا والله ايش صار على نبيك اعلمك العلم لو كان والله اني ناسيها، لكن يوم منا شوي كنا نسولف هنا. نعم. قال ياس. قال ياس. وش العلم؟ قال اتحاد جاب واحد. قلنا بس بيض الله وجهك. اوه يجي تذكرت الكوره والله. الساعة كم؟ والله العظيم اسمع اسمع خليني ابعث لك نواف. الساعه كم؟ الساعه 10 حكم. هذا ما ادري ولا شيء. وش عيال اول مره اصحى النوم كذا على طول كوره طايره. هلا وين يا خسر الماضي من اول يا عيال؟ كنت ماضي انا ميت بالله. يطف معك ذي ازعجنا صوتك. كنت من افضل اللاعبين في الكوره هنا. يا الله كيف كنت كنت افشر. انا كنت في شهور تراني. أنا أخاف من الكورة. كنت شو تعرف أفشل قدام من؟ فهمت؟ الحين أنا أخاف من حاجة واحدة من الكورة، تدري وش هو؟ الرباط الصليبي. أسوي منه كذا. أنا قلت لك كسر بيدي، الساعة تنين بس يمين. أنا جاني كسر. أكثر واحد تكسر إيده إيدينه هنا. أنا كسر مضاعف هنا. شوف 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 هذه عملية أصلاً. فالبرد تأثر عليك؟ على 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 طاري على طاري الكسور، ترى أنا كنت أحسب إنه يعني نطنش موضوع ان القدر نطنش موضوع ان القدر موقف المنطق. زين صدق هذا صار على نفسك. وصلت المرحلة بالله ابو ماضي طفتك بدل منها على طريقك. طفى يا مسلم على طاعتنا عصانا ما اعرف اسولف الا بس دقاي. اسمع والله العظيم انها حصلت معي، ويمكن حصلت معي مرتين ذي ثلاثة. اقول لا خلهم يطفيها عشان اعرف اسولف. انا ما اعرفها. فيحان فيحان تقدم تقدم فوق. بالجنب بالجنب الاصفر احمر الجنب الثاني ورا ورا. ايه حلوه. انا ما كنت مقتنع بكلمه ان القدر موكل بالمنطق. المنطق موكل، القدر موكل بالمنطق. شلون جيت مره والله العظيم اني جالس انتم معي معك والله معك ولد يا طاوله انت معي مع الاسف معك. الله يشغلك انت عصاتك معك. عصبت الزبده يا طويل العمر. ايوه مره مره خاص كل مره اجي ايش اقول؟ اقول يا رجال اقول يا رجال انا مثلا ما عمري جربت الكسر كذا. اقول انا ما عمري جربت الكسر يا عيال، من خلقت وانا ما جربت الكسر. قسم بايات الله تقول هذا العيال ولا في بالك؟ اقول هذا العيال قسم بآيات الله ان ثاني يوم من يدي مجبره. والله العظيم والله لفيت حطوا جبيره عليها. جلست طلع عمر عند العيال قلت يا عيال جلست عند العيال قلت يا عيال يا اخي تصدقون ما عمري يعني جربت الحوادث القويه ولا لا. اي والله اني صادق والله اني اقول للعيال يا عيال ما عمري جربت الا الحوادث وما الحوادث انقلبات وما انقلبات. قسم بالله ارحب قسم بآيات الله ما كملت السالفة يومين إلا أنا جاي تنده. نعم والجبيرة في يدي. جاي وين؟ ما دريت إلا أنا جاي تنده قلب من قلب السيارة. قسم بآيات الله هنا اقتنعت أن القدر مركب المنطق. يعني لا ها؟ ربيتك انكسرت يدي أبكيدي صارت بها عملية وسووا بها سالفة وجبروها. وأنا وش قلت؟ قلت يا أخي نفسي أجرب والله. أني قلت يا أخي نفسي أجرب الكسر
والله أوكس. اني قلت بعد نفسي اجرب العمليه وصارت يوم جبروا ايدي انهم سووا لي عمليه عود مقرود والله يا رجال لو اجيبكم العيال الحين انهم يقولون صحيح عادي يا سولف لا يعني شوف هي ما تدخل العقل اجي اسولف انا زي الجلسه دي يقول يا عيال انا ما عمري جربت الكسر تخيل ما عمري جربت نجم الجمهور صل على نبيك لا نجم الجمهور عبد العزيز الاسمي الله يسلمك استاهل ابو حماد صل على نبيك قول عمري ما جربت القناه لا كنت صادق تدري وش عمري ما جربت ان بحسابي 5 مليون صح ولا انت مجرب ولا انت هذا اللي انا حاسه خذها الدنيا هذه متساويه تزرع بصل تطلع كوسه هذيك معكوسه الدنيا معكوسه تزرع بصل يا رجل اليوم لازم نو رجل انا اليوم من بعد من فطوطه ها غسلت يدك هلا هلا رحبوا يا نواف كم ساعة؟ يا عيال وطيت لي حديدة هنا اقسم بالله جابت لي الضيقة. بشوف النوع تلعب. لا وطيتها بشوف كم النتيجة. ولد تعشيتوا انتم صح؟ ايش مشاوي؟ كيف الشوي؟ شوي اوف. فنان. صوت 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 يا ربيع. ابو علي كم؟ الشوط الاول بعد شوي. الحين الشوط الاول انتهى. 3-1 حلوة. ترني من عشاق التبولي بيقلبون النتيجة هلا ها؟ بيقلبون النتيجة 3-1 ايه بتنتهي يا ابو عبد الله بتنتهي 4-3 عبد الله روح عبد هلال خسران ارحب يا ابو عبد الله بتنتهي طال عمرك 4-3 كبير آسيا يحتضر وش اللي يحتضر؟ أول مرة أشوف خدك كبير كبير آسيا شوف والله أول مرة أشوف خدك هذا كبره خدك كبير يا ولد على العموم يا الربع خد الريجي انا الى هنا والشحن يطول اشهد ان قدم اليوم شيء عظيم اعتذر منكم واعتذر من لا 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 اشهد قاعد اسولف لا ارقى صف رجال اشهد ترى ارقى صف رجال خلاص كذا تضحك اسمعوا انا رجال انا لا 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 أوريك دوب صاح من النوم فكك اسمعوا أنا إلى هنا وتنتهي مسيرتي أدور الفراش الله لا يوفقك لا 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 ولد مسيرتك يعني تموت ولد يلا ريان بدل إيش الواقعية يا وجيها تبي تكون راح بقومك على الويب سايت بنقومك على الواتساب. لا بقوم يطلع عمر عن قوت والله العظيم مع يا رجال جالس عندكم هنا ان الدنيا تسوي لا لا نظام شوي شوي ما في اوتسايد كل بينا إيه؟ لا ما عليك اجيهم يطلع عمر بقميص باقي 4 ساعات لا لازم 4 ساعات هذه فيها غطه الله يستر عليك محمد الله يحفظك يلا بس يا رجال صحوني قبل الاوتسايد بربع ساعه يا عاد صحي والله لما صحى انا قليل الرابع توكل يا رجيل ولد الرجال تحافظ الخوه والخوه تلزق تعال خلينا نتكلم عن موضوع الخوه اي خدمه والله لو انك زايد تسالف كوفي يجي ضرك ترى لا ان شاء الله ان شاء الله يا رجال احنا بدنا نعيش الواقعيه يعني يطلع وجهنا بقع نوم عادي ما عندنا مشكله اجل اقعد داخل طيب لا بطلع خلي وجهك صح المهم الربع انت من سنين انت من يلا صح حوالي في حنا باقي صح الشباب انا الحين انا ابي اروح انا معك اسوي شوي وعلقنا شوي يرحم والديك يرحم والديك انا اتكلم زين الربع صل على محمد انا الحين معك ترى نايم ما بعد صح صح شكرا الربع سبانيش دلاتي اذا كان نفسي فيه كنت ابغى اشرب عشان صح صح خلاص خليني اصلح لك واحد ثلج ما هي على حسابي ريجي في ذمتي ان شاء الله اسلم يا ابو منصور رحنا شوي لخويني انا ما اكل حمص تبوله فيه في تبوله ارحب من مشواركم من الفنان من مشوار زايد والله جايب عادل بناقي تخيل جيتك الشربيت جيتك الشربيت تدري من دخل معنا بعد ما نوف شهراني دخل معنا ريالي في سلقا نوف شهراني والله العظيم معتنا ايوه خلصنا على ذا المغرب صلينا طلعنا على المزروع الخضر على طول رتبنا الجلسه عاد احنا منو كان فرض مطبخ اليوم؟ ما في فرض مطبخ. لا لا لا. بسرعة. لا مو صور. تذكرني ولا ما تذكر؟ أي والله هذا. تحبني؟ كم نسبة حبك لي؟ واجد ما يطلع. والله جاب عادل غراض كشتة. شوي. شبينا الجمر. شبينا الضوء. شبينا الشوي. وجانا نواف الشهراني. تعشينا حويح على صلاة العشاء. عقب جينا جلسنا. طلع معكم مايك. ما شاء الله. إيه. لبيز لابس. لا لا لا. والله. المهم الربع كان جو ثقة عزيز فكرة غريبة نبي سولف يا واد نقاش ملينا نقاشات من جيتكم وانتم متناقشين نبي طاقة قلب ضحك يا عيال قرار اداري يا عيال قرار اداري وشوف وش قرار اداري
قرار إداري يرضى، قرار إداري. إيش فيه؟ إيش فيه؟ ولد إيش قومك؟ ها نغير جلسة هناك. أعلمكم قرار إداري. خلوه جلستين. يا اليوم أنا منفس شوي، مدري ليش كيفك النفسية؟ ها. وش؟ أكتب تقول ما شاء الله بريستا في الكوفي. أبريستا إذا كان في الكوفي. هلا. أنا. ولد إيش فيه؟ يعني غير جات الجلسة. أصبر أصبر. يا رجال أصبر. قول أشهد بالله إني أبغى صح صح واضح. الريالتي عندها معدوم. إيش فيه؟ الجلسة لازة هنا. أبغى أحطها الساحة. واضح. شفت يا مدير يا يا ما انت شو المهم وش رايك يا طلع غريب ها غريب يا عيال اسمه فخم يا عيال اسمه فتاح يا فتاح عطني يا حبيبي عشان تقول طاش غريب ابو وسعد والله كان جلسه رايقه ايه وين نشدك الغنى ها صورت هو سلطان السمي لا لا والله جلسه اللي فاتها عالمية يا ليل يا جامع يا ليل يا جامع على الود قلبي يا بسألكم يا ما عينت الحلاق وش طافي ما شيء وجهك ناشف توك قاعد صح 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 يا آدم صح صح على شوفتك يا أبو حمد الله يسلم مدام في كوفي يا رجيل تعال تعقد بشنقي ترى ما أقصد أحد يا رجيل أنا ما أقصد أحد لا أحد يرقع أنا بالكورة حداك يلا 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 طائرة يا رجل أنا دين ودين اللي يصور الكوفي بفلتر يعني حط فلتر حق وجهه يصور فيها الكوفي أنا محارب له ضده في الحياة يا رجل نظام يا تصور بدون فلتر قرب يا رجل كوفي هو وجهه صعب يا غبي أقصد الكوفي يا رجل الكوفي تصور فلتر نظام يا رجل تخلي مثلا لون زي كذا تخليها أصفر والله هاي واضح الكوفي صح أنت إيش تقول أنا يا واضح ما في ما في سالفة والله والله اني انحرف حط فلتر على الكوفي ليش حط فلتر على الكوفي مني ما قلت شفت احد ولد 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 شميت لا ترى احنا مخنا مو فاضل هالدرجه ليه مخ انت وش فيكم نفسيات رجل شكو نفسيات سولف يا رجل اي اللي بيسولف بس مو سولف عن فلتر سرت من السنين سرت من السنين والله يا ولد سرت من السنين صدق صدق اقوله ما هي فاضي انا مكتوب ذكره سرت من السنين سولف زي الناس الرجال وراهم برنامج وراهم يا رجل محتوى صعب سولف اي حاجه ايش قوم عندهم يعني مثل هذا يقول سالفه زي كذا كل واحد يسولف من عنده انا خلاص انا قاعد لا تجي زعل يا ابو حمد بس اني عشان انا اراعي الكاميرات فهمت نقاشات هادفه ما ادري نقاشات هادفه هادفه من يسجل هذا هذا انا اللي ابغاه هذا تعال انت اي وش سوي انت بالضبط تعال جنب خالد اسولف ضحك اكذب استانس يا اكذب عشان تصير الجسم مرتبه اكذب انا الحين افتح لك موضوع اللي يصور كوفي بفلتر ليش ما احمد ليش كل حريه حريه شخصيه انا محارب لا لا مو كذا مره مره ما يبي يفضح الكوب الكوب وجهه مخلص ها قبل هذا كوفي بفلتر السلام عليكم كيف صورك انستغرام اليوم انستغرام لا كاميرا الجوال هذا مجنون هذا في التصوير اي والله من هو اي والله هذا والله انا مجنون هذا هذا احنا نقول هذا طيب اذا جيت كوفي تصور كذا الكوفي وهو انا صدقني كذا اقسم بالله انا ارتعد مسكت الجوال ارتعد دائما ما ادري ليش لو تساعد بعد شوي انت خالد الروقي ما ترتعد انا ما ارتعد كفو والله شوي فجر كفو والله لو تخيل لا خلاص كفو تخيل ما فيه يعني اشياء تمنع انا ماشي في البث تقول ايش بيصير في البث كان فله كان عشنا ريلته صح لا ما بتصير عشنا ريلته بتصير مجعره بتصير شيل اخوك حط ابوك ما تصير يا ولد شيل اخوك حط ابوك اسمع يا الربع اسمع والله العظيم لازم لا طير ايدي وش اللي لازم احسن واضح انك راقد 13 ساعه لا والله صدق الصوت عشان تسوي نفس الصوت يا ولد انت لابس اخضر غامق باخضر فاتح كيف ما تجي ترى ما اعرف طقم انا هذا مو مستاش رجال هذا
بستو ماشي ودك طالع منا انت يا المنديل. لا اطقمك يا جرش ودي اذب بس ما مشكله طقمك اوريو اوريو منها يا اوريو سبقنا فيها يا ليه قال اوريو انا الازرق اذا غير طبعا انت دوق اوريو 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 كلكم يا ربع اسمع اسمع لا 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 افكرك لا يجي شيء يا ولد من اللي منكم عطى هذا واخذ عطاه كوره من اللي منكم عطاه وجهه اليوم ما ادري عليه هذا هو تو قايم منه خلاص يا بزر خلاص الكاميرات يا ما يجيني شيء ابي اشتغل هذا يلا 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 خليك ثابت عقاب 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 قعيو جيب معك الغد صامر يلا يجي الورا تسبوق اخو العيون يا سبق عقاب سبقه قل ما شاء الله قل ما شاء الله يا العقاب اللي على المشتري والشغري تخبر الورعان يطعم في الاذاعه لا 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 تاري ياك انا بالله بدا في الاذاعه ايش كنت تقولون؟ انا كنت حكمه من جد وجد انا كنت مقدمه القران انا يوم كنت صغير انا اللي اسوي الاذاعه حلو واللي ابغاه يطلع اطلعه انت عندك افكار كان واللي ما ابغاه ما اطلع طبعا انا كنت كل اسبوع يوم خميس لازم اسوي مسرحيه المسرحيه ذي المدير يعطيني انا لحالي بس يعطيني ال 200 عقاب يحس اني راح واش يقول ميدي وزعها هل معك الاذاعه وقتها كنت ادرس سادس خامس 200 ريال 200 ريال احسبها 200 نقطه قال لي مسرحيه قلت كذا مرجع على سكريبت ايش عندها جو المسرح 200 ايه 200 ريال ويقول عدد غزلت اخوياك فطرهم اليوم انا بالنسبه لي الربع كد عليهم بالنسبه لي الربع من سادس ابتدائي لثالث متوسط رئيس النظام رئيس الاذاعه ما حد قدي ما حد يا ولد كنت امشي وكذا ما طالع شيء مدير نظام مدير اذاعه اللي بيحط نظام حطيته واللي بيحط اذاعه ويجي مره طال عمرك وتهاوشك مع واحد بالمدرسه ويجينا مدير واصفق مدير طلاق ايوه مو متقصد انا ما ادري انه مدير هو مديرنا قصير كذا يجي تقول علبه المهم يوم جاني وانا اصفق علبه تقول تولت سلام كيف ما دريت انه مدير ما هو جاء من وراي فهمت اول ما جاء وانا الف عليه وطلاق ليش وش سوى واخذ طال عمرك يوم انا يوم صفقت وانا طالع قلت هي ويتلني ويحط البوابه كانت مفصول من النظام مفصول من الاذاعه مفصول من كل شيء انا كذا قاعد افكر قاعد احسبها صرت هوملس دت ولا سوى ذا كل شيء اي والله صرت هوملس كان قص بشحن طيب رصيد قلت يا ولد اوسف يا ولد دقيقه ابن حلال خلنا نتفاهم خلنا نتفاهم ابن حلال قال ما في مفصول والله وانا اروح صفنا ما علمت احد اني مفصول الحين الحين موجود الحين ما حد يدري اني مفصول وادخل صفنا طبعا انا صفنا الحصه اللي بعد الفسحه الرابعه ما اجيها انا اجيها اخر خمس دقائق انت كنت تطلع لا ما اطلع ها في الفسحه كذا ينظم الشباب في الفسحه على اساس اني انظم الشباب ادخلهم فصولهم واقعد اشيك عليهم على الفصول افر وكذا اتمشى كيف مزج الحصه اجي اخر خمس دقائق اخر عشر دقائق على ما تنتهي انا اجي حضر حضر حضروني بس يوم جيت بدري هو استغرب مدرس كان عندنا غريبة جاي بدري فيك شيء قلت له آه والله بس إني خلاص نظمتهم بدري جي والعيال يجوني إيش فيك مدير قال شيء قلت له مدير قال لي ما عليك من أحد ولا تبي أضربه والله شوي ندخل مدير على صفنا تعجيز تعال وأنا أجي رضي الله السلام ورجعني النظام قال تعال لازم أنت شاف الوضع صار مجعرة بعد ما انتهت الحصة الشباب كلهم يفرون بالسيب بالسيب أنا بعد ما انتهت الحصة أطلع بالزيادة طلع ويطلع الشباب اللي معه اي واحد قدامنا ببلاص نيمار لعب يلا مدرسين نعطيها وضعيه المدير ما اخذ وضعيه مدرس المدير والله يا طويل عمر السلام لين ذاك اليوم عند العيز حصه الخامسه نفس نظام الولد يجي يضرب الباب ويطلع طلع برمت كيف انا رجال مزاجي ايوه والله يوم طلعت اول ما طلعت ونروح على بيتنا واخذ سياره اخوي اخوي نيم واخذ سيارته هو نيم وانا اخذ سيارته واطلع ومر نايف واحد من اخويا اقشر معي توقف الدوريه انا سويت شيء غلط بالسياره ايوه ايوه توقف الدوريه
انا مهرب ولا حد يدري حسب ما الحين ما انت الحين ما انتهت الحصه حتى من المدرسه كان يهرب اي أيوة والله يوم صح صح يوم مسكت الدريه وتشيل انا نايف وتقول تول حبه تول هذاك بعد ايوه شفت نايف حبه تول معي ويشيلون انا نايف طال عمرك للتوقيف وتقول على ابوي وتجي تصير سالفه وابوي يروح المدير يرزل المدير يهو وشو وصارت مشكله تبل المشكله اللي كنت فيها ونزلك من النظام الى 57 سكريبت اي والله ومن بعده ما مسكت نظام من هذاك اليوم ما مسكت الدريه ما مسكت نظام صرت طالب اجي اداوم طال عمرك واطلع ما لي دخل بحد لاني هربت ومسكت الدريه عطاري عطاري النظام في الابتدائي كان المدير علينا من ربعنا المهم مسكنا النظام مسكنا الامور وكان المدرسين اللي ما يجون اولى ابتدائي يروح انا يخليني اجلس عنده لين تخلص اهجدهم لين تخلص الحصة الامور ينط لي ذاك الورع عشان ابي الحمام ابي الحمام هو كذاب بيروح يلعب قلت انطق لوقتها معي خزران عقبي المهم والهبه على ظهر اوف ويري يقول مثل الاول يا ابتي يا زك اسكت يا ولد هاك 5 ريال اسكت تكفى احب راسه يا ولد تكفى يا ولد تكفى ويري اه طاقنا طاب الله لعلم بوي انا الحين ماني ظالم من ماني بظالم من المدير ظالم من ابوك يا ولد تكفى هذه 5 ريال اسكت يرحم والديك روح المكتب اشتري بك ابو طاق قال لا يروح يفلق للمدير في حضابني ولا لعلم بوي عانها واضحة يا عم شارفني انت يا ريدي المهم وسمي المهم بيروح الورع لبو يوم جاء اليوم الثاني لاني انا في الطابور اول واحد شوي للورع داخل ولبو ورا قلت بس جاتك الطقة اللي والله العظيم انه بطي ما نسيتها تفكر للباب شوف الباب فاتح المهم يا طويل عمره السلام هو يدخل ويعاون يدور ما كان يعرفني والورع معه يشير يقول انا ذاك انا ذاك لا يا اميره يجي القمط العافيه كنت الحين في انصاني بين الطلاب وهم بيقوم يرزقني بعقل وانا انا استاهل شفت انا لو يطقني ما قلت له لي المهم يجي عند المدير كتب وفعل ما ادري فيه وجه المدير قال في وجهي والله ما تقول له حاجه المهم قال ناد يجي يعتذر من ولدي ويحب راسه المودي قالت ما انت برجال فكنت فيك ما يخطيك يا الرخامه يا العجوز تطق الكرة انت اكبر منه بخمس سنوات وقتها انا مخطي لا سيب لي ورع بالخزران على ظهره هاوش مصروحي المعلم هذا من حبه الراس وجاي المهم بعل المهم قال اعتذر اعتذر احب راسك المهم وجهي احب راسي ابي احب راسي قلت والله انا احب راسك يا رجل ويمسكني كذا ويدفني توكل طاق انا ورعي بعد تبيني احب تبيني تحب راسي المهم وقف وانحاش ومن عقبها والله ما عاد مسكت فصل ولا عاد جي كم كوره راس راس ضيع الحمد لله هذا واحد حنقله يغث الربع يغث لعب ويغث توقع لو توقف العارضة يجيك كوب سبنش عزو كذا لش يا ربع لازم فقرة كم بارس كم الساعة لا ستعطيك محاول يا ولد كم مرة يا الربع من راجع أنا عبد العزيز أخوي أكبر مني بسنتين أو ثلاث سنوات المهم دومنا وحنا ما بنداوم نبي نغيب قال أبوي لا والله نداوم غصب وش عندكم تغيبون؟ قمنا نتعذر احنا تعبانين احنا عندنا شغل احنا ما قدرنا قمنا نجيب الاعذار التائهه وكذا طبعا ابوي مدرس فاهم وضعه وقد عاش وقد سوى حكازي قال الحين الدوام انت وياه داوم يلا المهم ياخذنا بالسياره ما خلانا نروح مع الباص عشان ايش ما يطلع هو الباص نتحراه نروح نرجع نرقد نسحب على الباص هو كان يدرسكم في نفس المدرسة؟ لا ما كان يدرسنا. المهم بوي كان في الإدارة نفسها ما عاد ردوه ميدان. ايوه كان رئيس قسم وما عاد ردوه عند درس.
المهم ويجي عبد العزيز اخوي وش معه؟ عدم اخوي توه مع عبد العزيز بس ما له في الطبخه هو ما له طبخ رجع مودب قال ويداوم داوم حضر الحصه لو تجي تاسع حصه عادي تكر العصر عادي وخلص راح اهم شيء لا ياخذ ذا مشكله لا مع ابوي ولا مع المدرسين ولا مع المدير ولا مع احد حال حال نفسه انسان حال حاله يا قال عبد العزيز احنا بنشوف له حل لازم نشوف له حل وش عندك الحصه الاولى الثانيه الثالثه قام يسالني قلت الحصه الاولى مدري فنيه الظهر كويس ما عندك شيء الحصه الاولى فنيه نرسم تكين نرسم ما عندنا شيء قال الحصه الثانيه قلت الظاهر الظاهر ما خبرني كانت لغتي الخالده والله لغتي الخالده كان هذا المدرسه الكحليه تعبتني المهم لغتي الخالده قلت لي لغتي الخالده قال الحصه الثالثه المهم قاعد يسالني يسال قال الحصه الثانيه على عرفه قال الحصه الاولى رسمنا الحصه الثانيه لغتي الخالده مو موجود المدرس ما جاء المهم اروح انقز عبد العزيز انا المفروض اني ما اطلع له كم صفه وكم صفه؟ انا الظاهر سادس او متوسط هو اخر سنه في المتوسط. ايوه شفت؟ والله انقز انا ما تطلع في ما تطلع في فصول اكبر منك ما في انت الدور الاول ما تطلع فوق ابدا مهما كانت هذا كبار ما تروح له. المهم انا كنت ترى صغير ترى ما طولي ذا ما في طول ذا ترى ما جانا بعد يمكن سنه سنه كذا كذا ما ادري انقز راح بهج ترى ما عندي شيء قالوا ايش عندك الحين؟ قلت كان عندي فنيه ولغتي لغتي ما داوم قال طيب وش خاص شوف المدير اذا شوف لك حل معه شوف لك صرفه شوف لك عذر ان كان ما جاكم مدرس مره ابدا انا بحاول اتصرف قلت طيب المهم اروح نروح المدير استاذ ما عندنا مدرس قال ما المدير كان مروق ذاك اليوم ما عندكم مدرس قلت قال خلاص قول لاخويا كلبوم انزلوا الملعب لعبوا كوره المهم اروح على البيز ترى نزلنا الملعب ترى ما في مدرس نزلنا الملعب قال طيب المهم يوم جينا الملعب قاعدين نشوف لك اي مشكله تطلع مريض تعبان اي شيء شوف لك طح في الملعب قول اوه يدي تعورني سني جاء حراره زي كذا جاء حراره انا قصدي اجيب لك عذر اي عذر فهمت؟ لا تدقق المهم جاء عند المدير قال المدير خلاص تكو المدير يبي كان مروق هو ايه ذاك ايه كان مروق قلت اطر يا سامي كان مروق مستانس قال امها قال يلا يا شباب صفوا صفنا قال يلا دروس قيام دروس قيام يمين يسار تتمارين حق كوره ضغط اي شيء جيت انا قلت ما ادري اعطي الكوره هو مدير انا كبير اخوان ولدي ما تسال قال امها اعطي الكوره قال لا اعطي الكوره احنا نلعب كوره ولا ردنا الفصل قلت قول ميدان يمين يسار يمين يسار سلامات صغير اخذت عليه المدير ذا مدرس اسبوع اثناء الهياط من لا وعلى الشنار وزيدك مشي على البيت عقاب واخوه المدير ذا كان مدير علي انا خلاص خلاص اي 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 خلاص وكان أيوه. وكان عقاله هدقي كان يلزخني تلزيخ في المتوسطه الى يوم خليني اكمل المهم قلت اعطي الكوره قال ما في فهد اعطي الكوره اعطي الكوره واحنا نلعب كوره ولا رد له فصل قال لا ما في انا متخانق معه شوي يا رجيل صدم على كتفي والله يا الربع والله ما اكذب عليكم اني بغيت ابكي من صفقه الكتف من قوتها الصدق ما اخفيكم كم كنت ادرس؟ سادس اتسوى متوسط المهم اروح عبد يدخل صار وش فيك؟ واقف هنا صفقني كف المدير والله اني صاد قلت صفقني كف المدير عبد يدخل اخوي ينضغط ايش صفق كف؟ صافك كف متى قلتي؟ خرني شوف ويجي اخوي شوف اقسم بالله ينزل عبد العزيز عليه في المكتب من انت يوم تصفق كف ما ادري وين المدير ذا قد حصلت معه مشكله مع ابوي شفت احنا دايرين ابوي بيجي يتخانق معه قد حصلت مشكله بينه قال صفق بي حق تصفق كف نواف اسالك بالله انا صافق كف قلت ايه صافق كف تخانق معه يا رب قال يا عبد العزيز اخوي اللي يرضيك انا والله ما صفقت كف وانه يكذب وانه ما ادري وين لكن اللي يرضيكم اللي تبونه ابشروا والله اللي تبونه انت بشرون به طلعنا قال بس اخوي طلعنا طلعنا بنروح اشوف اخوي الحين تعبان مرتفع ضغطه اتصافق كف اي والله اتصافق كف طلعنا الحين ناخذ عدم اخوي نروح البيت هو مرتفع ضغطه عشان ابوي حتى ما يعلم ابوي هو ترى صغير يعلم ابوي
طلع ذاك اليوم والله نمتيني يمكن حوالي 25 ريال طالعين ماخذين من عبد الرزاق سندويشتات عصيرات ورحنا البيت. سندويشتات ولا سندويشات؟ سندويشتات ما نسميه سندويشات. في اول متوسط سندويشتات كان بسن حراره اخو الرجال ذا اخو المدير اللي هو عليهم كان مدير عليهم كان متشدد ترى ما هو باشا اداري المهم وانا الفسحه ما اروح ما اتفسح لا افر الفصو ليه؟ لا ليه تسالني؟ دورت المهم كنت لا انت اسال الفسحه تروح تتفسح كنت اسوي كذا امشي على الفصول اسوي كذا اسوي كذا واقرد الله ذاك اليوم له طلع من غرفه المعلمين وانا امشي كل تا 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 عيال عمي اثنين واقفين عند الباب عيال عمي لزم واحد اسمه محمد واحد اسمه سعد واقفين عند الباب ترى وانه بمغطني بالعقال لين عضله لما تا 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 هو يمسكني كذا نور تعال يمسكني كذا قال وش عندك ترفيه في الاسياب قلت والله خلص فطوري وجيت اتمشى قال جيت تمشى قال يجي له يسحب ايش اسمه هو يسحب العقال ما يسرع منها قال بي كذا يا عيال هم شد الثوب على شده الثوب السوق عندنا هناك بريء ثلاث ورا بعض يا رجال اقسم بالله اني قايلين كذا واشوف عيال عمي قدامي واحد يم وعيال عمي وعيال عمي ميتين من الضحك يا رجال كار 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 وانا جايك سبرنت يا عيال عديل انت ما لحقت على ابوي عديلهم اقسم بالله اني جلست ثلاث ايام ما اقدر انسدح على ظهري فحال انت ما لحقت على ابوي في المدرسه صح؟ لحقت كان بالله كان يجدهم مسح كافيه فحال ابوي درس اللي بس من عقبها ما عاد سويت غلط يا رجال من عقب يعني طقه ولا مني شفته بس اني من عقبها لما جاء عندنا حصه فاضيه اجي اسلم لدرجه ان اخويا يقول روح خليه يطلعنا رياض واروح له اسلم عليه واجي اخذ معه خمس دقائق في المكتب وسوالف جاب الثاني ايه عقاب واخذ معه خمس دقائق وسوالف ثاني الهلال واسولف عليه ترتب الوضع قلت بعد اذنك تنقل بالنتيجه طلع من الرياض روح الكره بتصير 4-3 دائما ورا الباب بالكره انت ارقطه صح؟ قول كان يدرس عنده ما تسالي عنده درس فيه حدود الاربع وخمس لا اسطوره ست او سبع طلابه اكبر من كم عمرك؟ ما يقال عمرك يمكن درس لي الحين اعمارهم اللي حقنا في المدرسه ذي يمكن الحين 28 29 اخو العيون درسهم في الثانوي درس منطقي ابيك من عربان اللي عاصى فهله يعني بياخذ معك بيعطي بس لكن اذا زعل بعلم ذاك اليوم كان ذاك اليوم كان مدلح ذاك اليوم كان بس ما هو مدلعهم في الحصص وفي ذي لا بس بعلم كيف وش يسوي؟ هناك كانوا فيه واجد صح النوم ارحم كيف ايش اللي ما يشوف مدرس شيء شفت مسرحيتهم شافوا فركودي فلوا وناس كان يسوونه ابوي تو جاي كان درس في قريه شفتهم جاهم شفت قريب من البيت المهم الرجال يعني والله يا عيال والله انه الرجال ذي الحين يذكرونها وانهم لقوا ذي الحين يحبونها فشوه الرجال كان يفك العقال ويدخل عليهم سالك سالك تخيل الرجال بتشابكي 15 رجال تلاقي يدخل بينهم بعقال وكنت كل اربعاء شخصيت انا قد واجهته ابوه شخصيت ايه انا ما شفته من كان كل اربعاء يجلد جلد مبرح كان كل اربعاء نواف يداوم معي كانت لي انا صغير ما اجلد زين فهمت كان كل اربعاء يوم الاربعاء ذا مفضل الطلاب اللي يختي منهم الطلاب اللي يختي منهم اللي يختي منهم يقول خلاص ما في اجد والله يا عيال اني ما اعرف اجد صغير اقول كذا ما اعرف كان يوم عالمي لهم تخيل صغير جانا هو اللي يجدنا فالهم بس والله بس والله انه كان مزبط بلنتي بلنتي للهلال هات هات كم دقائق يا عيال قايل لكم انا ملك التفاح كيف اسمه بلنتي للهلال 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 على حالتي قبل 3 سنوات لا اي والله
دارت الدنيا، واحد من طلاب ابوي هو اللي يشرف على حالتي. شلون الدنيا؟ والله صار طبيب دكتور وصار